فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن شاء الله يكون عند حسن الظن، وأي واحد بعد عنده مختار راح يقدر يقول لنا. احنا طبعا نسوي برنامج إن شاء الله ما في عليك، بس ما نقدر نقول من الحين لأن في شيء في شغل في شيء حصلوا له. مشكورين وحتى المنتقى اللي رحت فيه بعد كنت بودي انا اكون موجود، لكن بعد بالظروف اللي انا حصلت لي وان شاء الله في المرات الجايه ان شاء الله بكون انا من الناس اللي موجودين. واشكر الاخ فوزي بحضور احناف الاردن وجلسته معنا وكشفته على الواتساب وعرفت له جزاه الله خير وان شاء الله جزاه حسناته. وكذلك أشكركم في حضوركم في منزلي، تشكرون بالسلام لي، وهذا يعني يدل على شيء من وجهة على أخلاصكم وحبكم لبعضكم البعض. رمضان رمضان يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الطيبة المباركة هو تكريم الأخوة المؤسسين للحمة الاجتماعية وتوطيد العلاقات الطيبة والمحبة فيما بين العائلة وتعزيز صلة الرحم وتمثيلهم في كل المناسبات. لجنة التشريفات طبعا حاليا صادرا حاليا وعلى رأسها محمد بن سالم الضباط، نتمنى لها النجاح طبعا والمواصلة لم شمل العائلة وعمل الخير لها. طبعا عندنا نشاطات هذه المجموعة الطيبة المباركة التركيز وحث الشباب على صلة الرحم، زيارات الأهل في مناسبات الفرح والحزن، المساعدات الإنسانية للأهل، الوقفات الرجولية والفزعة، زيارة المرضى، حل مشاكل العائلة إذا طلبوا ذلك سواء كان على مستوى المجموعة ولا الأفراد، يعني إصلاح ذات البين. وهذه إحنا ما شاء الله رب العالمين أعطانا إياها ولنا مسيرة كبيرة، ويشهد على ذلك الحبايب الموجودين محمد بن سالم وعيسى والكل الجماعة عرفت أسهمنا في ذلك جميعا، إعطاء المشورة للعائلة إذا طلبوا ذلك سواء كان على مستوى المجموعة أو الأفراد. طبعا إحنا في مسيرتنا هذه الكبيرة الطيبة كنا من ضمن الجهود يعني نشارك في العزاء في الفرح في الوقفات في المعونات في الفزعات، مو بس على مستوى البحرين، فيعني فسلمكم الله ليس على البحرين، كنا حتى على مستوى الخليج كامل نحل المشاكل ونقف مع العائلة وفي السراء في الضراء حتى على الدول العربية ترى مو تو سابقا وسبغونا في ذي الشغلة اللي هو بموسى عيسى، يعني وصل حتى مصر حتى يسأل عن الأخال يسأل عن كذا كذا وفيها طويلة الشغلة. وهذا اللحمة والعطاء والمساعدة والوقفة والفزعة تقدم لله للعائلة سواء كانوا طبعا في البحرين أو خارج مثل ما قلنا. فهذه شوية نبذة أو نشاطات هذه اللجنة المباركة
ان شاء الله. الحين بنتكلم على اعضاء هذه المجموعه مثل ما قلنا، وهذه طبعا انا بتكلم عن اعضاء المجموعه شخص في شخص شخص في شخص، وعلى ما انا اراه شخصيا في هذه في هذا في هؤلاء الاشخاص. فنبتدي بالحبيب محمد بن سالم الطهمازي الخال، الله يطول عمره ان شاء الله، هو عنصر فعال في هذه المجموعه، بل وهو مؤسس تعزيز صله الرحم، وهذا الله هو شاهد عليه. يعني اذا قلت انت صله رحم قول محمد بن سالم، يعني من الغرب للشرق، من الجنوب للشمال، كنا واحنا شباب وهو اللي قالنا والله وحق علينا وعلمنا، وشهادتي مجروحه فيه. استفدنا الكثير من الخاوة وتعلمنا الكثير في زيارات الأهل، في مناسبات الفرح، الحزن، المساعدات الإنسانية، الوقفات الرجولية، الفزع، زيارات المرضى، حل بعض مشاكل العائلة الكريمة، إعطاء المشورة سواء كان على مستوى المجموعة أو الأفراد. الله يخليك يا الخال ويطول عمرك. آمين. هذه واجب علي. الله يسلمك. ومن ثم عيسى موسى الطهمازي، هذا الرجل العزيز الطيب الحين المحبوب من الجميع، الله يشفيه يا رب ويرده سالم لنا، لا يقل عن خالي وخاله نشاطا في صلة الرحم خصيصا، وفي أي مناسبة تشوفه أول واحد يطرق عليك الباب وموسى. نعم، ويصل لك في كل مناسبات ما يقطعك، مستحيل، من رابع مستحيل، واشتهر بالطيبه والحب من الجميع. هاي بالنسبه حق عيسى بن موسى. الله يسلمك. الخال راشد سالم الطهمازي. الصديق. الخال خال وصديق. الحنين. رجل الموقف. رجل الفزعة لين خليته على الجرح يبرد. صديد والخال راشد الحنين رجل مواقف، رجل الفزعة لين خليته على الجرح يبرد، اللي أبد عمره ما يغفل. وقضينا مع الخال راشد وسالم، الله يخليه، أيام صداقة حلوة وأناسة في شبابنا. والخال واحد من الناس الصلبة، من الناس الصلبة في الدفاع عن الحق وأهله وعشيرته، أبد ما يتنازل في الحق ولا يتنازل في الدفاع عن أي شخص يصيبه شيء من عيال أخته أو أهله، أو يوقف وقفك يدافع عنهم كالليل الأسد، الله يخليه ويحفظه يا رب. ولا طوف الفقرة ذي طبعا، من لأن في ناس بعد، وفي هذه اللمة كان الحبيب ويانا أبو سند منصي، طبعا هو مو من المجموعة، برع المجموعة، ولكن هو كان رفيق صداقتنا ورفيق الدرب. الله يخليك يا أبو سند. محمد موسى الطهمازي نسأل الله أن يشفيه شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. عليكم جميعا. اللهم سلم يا اللهم بلسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم آمين. طبعا أبو موسى زميل الطفولة والشباب، حبيب وصديق وقريب، وما شاء الله عليه يده ممدودة للصغير قبل الكبير. ويوم ما استانسنا وفرحنا وحزننا وزعلنا وتراضينا، ايام حلوه قضيناها في ما بيننا، يشهد على ذلك
ملعبنا اللي فيه الفريج، فريج القمرة، ملعب الحريج يسمونه. بموسى ما شاء الله عليه شخص متخصص في زيارة الأهل والمدارس البحرينية، وعنده معرفة كبيرة بمعظم المدارس اللي في البحرين. الله نسأل الله أن يشفي شفاه ليس بعد سقما أبدا. اللهم اغفر لي، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، اللهم البسه ثواب بالصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم آمين. حبيبا عيسى مفتاح مسافر، عيسى مفتاح مسافر ابو علي عزيز على القلب وعز هانا وايد، وهو ممثل عائلة عمي مفتاح الحبيب الله يرحمه. ابو علي ربع عياله خير تربية بارك الله فيه، وشوفون هم قاموا موجودين كلهم ما شاء الله رجال شباب. ابو علي يتصف بصفة فريدة من نوعها، وهي وتعجبني في هانه، وهي تعليم وتدريب الشباب والأطفال في المناسبات سواء كانت فرح أو حسن، كيف يكرمون الضيوف في هذه المناسبات، يعلمهم حتى كيف يسب القهوة، وهذا مشهور له، وتقديم الحلوى حق الضيوف في وقت قصير وسريع. بارك الله فيك يا أبو علي، خلاك حق عيالي. آمين. أني حق سلمان سند العازمي. أبو سند من الشباب اللي يظهر عنا في المجموعة، وهو واحد من اللي يحبهم قلبك. سلماني حتى تشوف أقول له سلماني ليومك. يعني لا يهاجم عاد عادل وايد، نعم لا يهاجم عاد وايد، اللي يحبهم قلبك ويصير على النهج اللي تقوم به المجموعة، وهو يمثل عائلة العمة أم محمد الله يطول عمرها. دائما هو تحت الطلب ولا يرد لك طلب أبدا، وشوفه موجود في كل المناسبات معانا ولا يتغير، ومن أول المشاركين في الفزعات والوقفات والالتزام والمبادرة بدفع المخصصات المالية للمشاريع الإنسانية اللي تبرزها المجموعة. الله يوفقه ويوفق الجميع لخدمة مميزة لهذه العائلة. آمين. طبعاً لكي لا نهضم حق البقية الذين لم يكونوا من ضمن المجموعة من العائلة الكريمة، وهم أذر طبعاً ويقومون بنفس مهمة المجموعة، وهم محمد العادي ابو سند الشعبي اللي ما يعرفه، ابو جواهر عادل الله يحفظه، عيسى العظمي، ابناء عيسى سالم المسيفر، ابناهم صلاح عيال العطاوي، وعبد الرحمن راشد الحبيب، وام راشد جزاها الله خير وبارك الله فيه وشوفه دائما موجود عندنا، عيال الغوتي، عيال عيلان، أبناء الدخيل، أخواني وأبناء أخواني جميعاً، وإن شاء الله ما ننسى أحد واسمه على ذلك. وأخيراً أدعو الله يوفق هذه العائلة الكريمة لما يحبه ويرضى، وتستمر الأعمال الخيرية وصلة الرحم فيما بين هذه العائلة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في موضوع رحلة، في البداية أنا بغيت أعلم الجماعة لأن أنا كنت أكبرهم، بس أتذكر مرة واحدة الأخ وموسى أعطينا سيارة استعمل التوبة ليس دعان. لا ما دعان. ديت فرج الفاضل وشارته. ولا دعان أحسن. لو دعان أحسن يعني. شلوه على هنود. عقلوه علي. ومرة واحدة أعطيته سيارة وسافرت أنا.
ولقيت نسرت سيارة على طريق والسيارة كانت هاي تعال سول هذه مرات ما عندي الكلام أقوله أكثر من اللي موجود وشكرا وخلنا إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين أشكر كل الجميع أقول لكم عساكم بالعبادة وتعودونا كل سنة إن شاء الله أنتم أهلكم وأنا ما عندي زود على اللي سبقوني أخوي أبو حمد أبو موسى الله يطول عمرك إن شاء الله عساكم بالعبادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بركة لكم الشهر. صوت. صوت طول عليك. الحمد لله وجهك. بس أوكي خلاص. ما سمعنا. بس خلاص. مدحنا فيه. آخر مرة بقول إذا دل مدح علينا دل على كذب أبو حمد على أزهتك حكي لها أنت إيش مو سبحان الله فاضي رسالة. جميل وانا نشكرك في هاي الايام الزينه صراحه سنه يوم شفنا الحضور يعني الحمد لله وان شاء الله يزينون ان شاء الله والشكر لله ثم لك يا ابو حمد ان شاء الله ربي يديك واحد وشيل شيل شيل شيء بس شيل واحد هديه شيل واحد يا ما شيل الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب قلبي دائما تمضي الايام اهلا بزيد وجه حل الليالي وانا وفي الظلماء سود الدياجيا والناس حولي بين لاه وغافل وبين منتظر يعد الثوانيا
رمضان.